قالها قالها يا يا فاطم فاطم بالعجل بالعجل قومي قومي افتحي افتحي الباب، الباب. قالها يا فاطم بالعجل قومي افتحي الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب بابواب، يا امي الحسين هذا الانفار رق بين الاحباب، بس الله الله عقب عيني بحسن وحسين. واويلا ومجمع حطب، اريد اقول لك بهالمكان بهالمكان نار الحقيد وجه نار الجزل بالبا، ومن قبل كان الروح من جملة الحجة بين الوصي وابن أغوين زهرة والكتاب، قالوا يا حيدر قوم له تين وخذ قوة، ما جاوب الكرار بس تجري دموعه، كسروا الباب ومين ورا الباب الوديعه، والعبد الباب يتكي ودخله وجموعه، حسوا عصرها وغدت من خلفه تلوت، صار عليها بعد خرت وخر المحسن صاحت يا فضة، أويلي ما جاوب الكرار بس تجري دموعه، كسروا الباب ومن ورا الباب. قال لي يا سليم، قال لي يا سلمان يوم رأوها بهالحالة بتعرف أنا، قال لا لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصروها عصرا. الله أكبر. أويلي خريت وخر رلمي حسني صاحت يا فيض بالعجل ديركيني ترى ما اقدر النهضة، ضلوعي ترى الكسرة تجيس من المرض مضى، ولا بقت لي من ضربة مسمار قوة، اخذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي وخبريه عن حالي وعن ضيمي طحت فيه، قالت يا بنت المصطفى حيدر مشاوبي وقلبه على جمر الغضى لجلج تطاوى. بعد هالبيتين اقراه لكم مثل ما يقرون الاوليين من الراثين. اسمع عبود غفلة شي يقول، يقول باب من نجذوع وثجيلة وزن، هذه باب الزهرة، باب من نجذوع وثقيلة وزن لو غوت عالقاع ترجنها رجل، تتحمل يا سادة طبقة تعلم الحسن طبق الجسم، يا ميعصر خلعي زهران.
زغرا يا زغرا يا زغرا يا زغرا يا زغرا يا زغرا يا زغرا.